سأل الأخ الكريم سؤالا أن من صفات الله الكلام. نعم، الله جل وعلا يتكلم ومن صفاته الكلام، ولا ينبغي أبدا أن نعطل الصفة أو أن نؤول الصفة كما فعل الجهمية. يعني قال جهم بن صفوان: لو كان الأمر بيدي لمحوت هذه الصفات من القرآن. وأراد أن ينفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، منها صفة ومنها صفة الكلام، وقال بأنكم أخطأتم حتى في قراءة الآية: وكلم الله موسى تكليما. هذه الآية تثبت صفة الكلام لرب العالمين: وكلم الله موسى تكليما. قالوا: لا لا لا، أنتم قرأتم الآية قراءة خاطئة. ليه؟ قال الآية: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، يبقى كلم فعل ماض، الله لفظ الجلالة مفعول به مقدم، موسى فاعل مؤخر، تكليما مفعول مطلق مؤكد للفعل. ما شاء الله، فزلوك. ليه؟ عشان يلغي صفة الكلام. يبقى الفعل منسوب، الفعل هو الكلام، منسوب لموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا تقول في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ وكلمه ربه، ها هتعرفها ازاي بقى دي؟ هتلخبطها ازاي؟ طب ليه بتنفي صفة ثابتة لله جل وعلا؟ ليه؟ أأنت أعرف بالله، أنت أعرف بالله من الله؟ هل أنت أعرف بالله من الله؟ هل أنت أعرف بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا؟ أبدا يا أخي. ما دام ربك جل جلاله قد أثبت لذاته في القرآن صفة، وأثبتها له أعرف الخلق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا نحن الموحدين، نحن المؤمنين، أن نؤمن بهذه الأسماء والصفات من غير تحريف، لا لألفاظها ولا لمعانيها، ومن غير تكييف أو تشبيه أو تمثيل أو تعطيل. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هو الإشكال جاء منين؟ جاء من إن حضرتك متصور إن عشان رب العزة لابد أن يتكلم، إذا أراد أن يتكلم فيلزمه آدات وآلات الكلام، يبقى لازم يكون فيه لسان وفيه لها وفيه شفاء. هذا كلام خطأ وهذا خلل. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، جل عن الشبيه وجل عن النظير وجل عن الكفو وجل عن الند وجل عن المثيل. فلا تضربوا لله الأمثال ولا يحيطون به علما، سبحانه سبحانه سبحانه. فنحن نؤمن بالصفة كما جاءت، لا أقول نفوض فيها الأمر، نفوض معنى الصفة، لا لا لا، لسنا من المفوضة ولا نفوض معنى الصفات، وإنما نعرف معنى الصفة ونؤمن بالصفة ونؤمن بها. يعني أنا تقول، أنا أقول مثلا: سرت الليلة الماضية مع القمر، سرت مع القمر، مع القمر. يعني هل هذا السير، هذه المعية تقتضي المماسة والاحتكاك؟ إطلاقا لا أقول بذلك عاقل. القمر في أفق السماء وأنا أمشي على الأرض، ومع ذلك أثبت معية لي مع القمر، وأثبت للقمر معية معي، سرت الليلة الفائتة مع القمر، والقمر في أفقه البعيد في مكانه، ولله المثل الأعلى. الله جل وعلا مستوى على عرشه استواء يليق بكماله وجلاله، وهو مع خلقه. والمعية نوعان: معية خاصة، معية الحفظ والمدد والتأييد لأهل الفضل والإيمان، ومعية عامة للخلق جميعا، لكل الخلق، معية الإحاطة والمراقبة لا يعزب عنه شيء لا في الأرض ولا في السماء، سبحانه سبحانه سبحانه. فلا ينبغي أبدا أن ننفي صفة أثبتها ربنا لذاته ونؤمن بها كما جاءت في القرآن والسنة من غير تحريف، لا للفظ الصفة ولا لمعنى الصفة. هذا معتقد النبي، هذا معتقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعتقد الصحابة رضي الله عنهم، ومعتقد الأئمة الكبار المهديين والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا، بل وإلى يوم الدين. أسأل الله أن نكون منهم وأن يوفقنا للسير على هذا الدرب وعلى هذا الطريق. لكن لا يجوز، خلي بالك بقى من الأصول دي، الله جل وعلا أثبت لذاته أسماء، وأثبت لذاته صفات، وأثبت له صلى الله عليه وآله وسلم أسماء في السنة وصفات عليا. لا يجوز للمسلم
لا يجوز للمسلم أن يشتق هو من فعل من الأفعال اسما أو صفة لله الكبير المتعال. يعني لا يجوز أبدا كما سأل الأخ أن يأخذ العكس من صفة الكلام ليجعلها صفة ثابتة لله عز وجل فيقول من صفات الله أو من أسماء الله الساكت. لا، هناك من الأفعال، هناك من الأفعال ما ذكرها ربنا تبارك وتعالى في القرآن على سبيل الجزاء العدل أو على سبيل الإخبار، لا يجوز للمسلم أن يشتق من هذه الأفعال أسماء للكبير المتعال أو صفات عليا لله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل مثلا: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أو يخادعون الله وهو خادعهم، وهو خادعهم. فهل يليق أن أشتق من هذا الفعل وهو خادعهم أو من هذا الاسم الفاعل، هل يجوز أن أشتق منه اسما لله تبارك وتعالى؟ لا أبدا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هل يجوز أن أشتق لله تبارك وتعالى اسما من هذه الآية فأقول من أسمائه الماكر؟ لا. هل يجوز أن أشتق من قوله تعالى نسوا الله فنسيهم أن أشتق من هذه الآية اسما لله وأقول الناسي؟ لا. كيف تضع الناسي والماكر والمخادع والساكت إلى جوار اسم العزيز الكريم الملك القدوس العزيز الحي القيوم؟ لا يا أخي، لا يجوز. فهناك أفعال وردت في القرآن والسنة على سبيل الجزاء العدل من جنس العمل أو على سبيل الإخبار، لا يجوز لك أن تشتق منها اسما للعزيز الغفار، ولا يجوز أن تشتق منها أيضا صفة لله تبارك وتعالى، لا بطريق المضادة ولا حتى بطريق الاستخراج من هذه الكلمة أو من هذا الفعل. أيضا أود أن أضيف بأن أسماء الحق تبارك وتعالى متضمنة للصفات، لا ينفك اسم عن صفته ولا تنفك صفة عن الاسم، ولا تنفك صفة عن الاسم. هناك من الخلق من يسمى بأسماء لكن ليس بالضرورة أن يكون متضمنا هذا الاسم لهذا المخلوق على الصفة التي يتصف بها هذا الاسم، ليس بالضرورة هذا. أما ربنا تبارك وتعالى إن سمى نفسه باسم أو سماه عبده ورسوله المصطفى باسم فهذا الاسم متضمن حتما للصفة، فدلالة أسماء الله تبارك وتعالى حق على حقيقة الذات مطابقة وتضمنا والتزاما، دلالة أسماء الله تبارك وتعالى حق على حقيقة الذات مطابقة وتضمنا والتزاما. لو قلت بأن فلان اسمه مثلا سعيد ممكن يكون حزين والحزن مالي قلبه، ما يبقاش هذا الاسم متضمن لنفس الصفة التي يحملها الاسم، ليس بالضرورة، ليس بالضرورة على الإطلاق. كذلك ممكن واحد يبقى اسمه حنظلة وهو زي السكر، يا أخي زي السكر، ما يبقاش طعمه مر ولا كلامه مر. ممكن واحد يبقى اسمه حليم وهو معفرط، والعكس. فمش بالضرورة، إنما لو ذكر الله تبارك وتعالى أن من أسمائه العليم فهو العليم، وهذا الاسم متضمن لصفة العلم. الحليم فهو الحليم، وهذا الاسم لا تنفك أبدا عنه صفة الحلم. القوي هو القوي، ولا تنفك عن هذا الاسم أبدا صفة القوة، وهكذا وهكذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يبصرنا بالحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه.